مشكلة ان الماتش بكرة الساعة واحدة بس، نجيب تلفزيونين نقعد نتفرج على منتخب مصر والاولمبي ومنتخب استراليا برضو. المباراة هتبقى صعبة يا احمد لمنتخبنا الاولمبي برضو عشان الناس تبقى شايفة الموضوع بشكل كويس. منتخبنا الاولمبي بكرة هيلعب ضد منتخب استراليا، عايزين نكسب طبعا اكتر من اتنين عشان نبقى، لكن الموضوع مش سهل كده ان احنا عايزين نكسب اكتر من اتنين. هي الفكرة كمان برضو ان منتخب مصر الاولمبي عنده فرصة كويسة. انا شايف ان اسبانيا كفتها ارجح على الارجنتين، اسبانيا اقوى، فلما اسبانيا تكسب الارجنتين هتديك ميزه ان انت تكسب استراليا حتى 1-0 يبقى انت صعدت. شايف ان استراليا برضو عندها غيابات مهمه جدا بكره، عندها المهاجم الاساسي اللي هو دوكي اللي هو المهاجم الاساسي ده الاكثر اسيست في البطوله، عامل 2 اسيست غايب، عندها صانع الالعاب الاساسي دول حاصلين على انذارين، ثلاث لاعبين المهاجم وصانع الالعاب والباك رايت الثلاثه الاساسيين بتوعهم، فدي برضو تدينا ميزه ان شاء الله. بس هنتكلم يعني ان احنا محتاجين نطور شويه الحاله الهجوميه، احنا المنتخب الوحيد في البطوله في الاولمبيات اللي ما جابش جوان، وكمان اقل منتخب في المحاولات على المرمى. يعني انت على المستوى الدفاعي كويس جدا، يعني انت بتلعب الارجنتين وبتلعب اسبانيا واختيار الونش اعتقد، ومحمد الشناوي في ظهرهم اعتقد، يعني الاثنين حجازي ادانا صلابه، ادانا صلابه خاصه كمان مع التكتيك اللي بيلعب بيه كابتن شاوي غريب، لكن عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ضعيفه قوي عندنا. وعندنا برضو يعني انا بشوف ان صلاح محسن لو لعب كراس حربه في عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هيكون افيد. احمد ياسر ريان طبعا مهاجم كويس جدا، ولكن محتاج تكون بتهاجم. احمد ياسر ريان مظلوم، لا بيوصل له عرضيات ولا في صنع العاب، فالافضل ايه في طريقه لعب كابتن شاوي غريب ان يكون عندك مهاجم زي صلاح محسن حتى في اغلب ينزل تحت شويه، حتى اغلب الفرص اللي عملناها في المباراه الاخيره كان صلاح محسن اللي عملها، عمل واحده لرمضان، عمل واحده لكريم العراقي، بيعرف ينزل ويستلم وسريع. فهو دي يعني انا بشوف ان دي النقطه الوحيده، ان احنا لو بدانا بصلاح محسن وابراهيم عادل او طاهر محمد طاهر، والناحيه الثانيه طبعا رمضان صبحي، الثلاثه دول لو بداوا في الحته اللي قدام هيدونا سرعه اكتر، هيدوك يعالجوا مشكله التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه.